محمود منذ أن وطأت قدماه العرائش صحبة قمة عمره السيدة طائعة إيزابيل وهو يعمل على توثيق عرى الصداقة والأخوة مع محيط الاجتماع العرائش أصدقاؤه صيادون ومسلمون وشباب وهو يحاول أن يستثمر حضوره بهذه المدينة ليعمل من خلال الكلمة والكتابة على مصاحبة ماضيها يصطدم مع حاضرها الراهن بما يفتح آفاق الأمل نحو مستقبل أفضل. الكتابة بالنسبة لباكو لا تعني العلاقة في مكان منعزل ولكن معايشة الناس والاستماع للأصوات الخفية المنبثقة من الأرض والمعاناة الدائمة للبشرية بغض النظر عن انتمائه الجغرافي أو السياسي. الكلمة المركبة أكتب أعيش هي شعار كاتب الشاعر والقاص الذي ولد فيه.